بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد المقدمة اللي حكينا عليها في الحلقة اللي فاتت عن ملابسات والظروف اللي دفعتني ان انا احكي قصة حياتي على الملأ وأكشف ما بها من أسرار. النهاردة هنتكلم في الحلقة الأولى من هذا المشوار الطويل اللي استغرق أكثر من 6 عقود، لأن أنا الآن في العقد السابع من عمري، أطرق عامي الثاني 60. البداية أنا اخترت لها عنوان اسم المفاجأة. كانت مبكرا جدا من بداية عمري، لما كان عندي 10 شهور. أحب أقول لكم بس الأول إن أنا اتولدت في أسرة يعني نقدر نقول تحت المتوسطة، هي تنتمي للطبقة المتوسطة لكن للحد الأدنى منها. والدي رحمه الله اللي هو الحاج سعيد مصطفى عبد الرازق كان يعمل ميكانيكي سيارات، وكانت له ظروف معقدة شوية أسرية، حكيت عليها في قصة حياته اللي نشرتها على صفحتي على الفيس بعنوان على مثل عم سعيد فلتبكي البواكية. والدتي كانت ربة بيت، ما كانتش متعلمة إلا التعليم الأدنى اللي هو كان بيسمحوا بيه زمان للبنات لحد السنة الرابعة أو الخامسة الابتدائي، لحد ما تتعلم إزاي القراءة والكتابة، اللي هم باللغة الدارجة عندنا يقولوا البنت تعرف تفك الخط، يعني تعرف تكتب اسمها وتعرف تمضي وتعرف تقرا بصعوبه. ده اللي كان الحد الادنى او الحد الاقصى للتعليم اللي كانوا بيه بنات الفتره الزمنيه ديت بيمروا بيه، وكانت الظروف الاجتماعيه يعني بتفترضه فرضا على بنات هذا الجيل. كنت الابن السادس الأسرة ديت، احنا عددنا 8 أولاد، 8 أبناء، منهم 3 صبيان و5 بنات. كنت أنا الولد الثالث. أمي كانت بتولد مرة ولد ومرة بنت، فأنا كان ترتيبي الثالث في الأولاد والسادس في الترتيب العام. وعلى ما يبدو ان الانسان لما النعم بتتوارد عليه ورا بعضها بينسى ان صاحبها والله سبحانه وتعالى، وهو اللي يهب لمن يشاء اناسا ويهب لمن يشاء الذكور. فكانت اسرتي والدي ووالدتي دايما يقولوا احنا بنجيب مره ولد ومره بنت. فالدور عليا لما جه ولد، لما كنت ولد، نزلت من بطن أمي بصعوبة شديدة جدا، وكان الحبل السري ملتف حوالين رقبتي وكاد يخنقني، وكان حجمي ضخم للغاية. أحب بس أقول لكم أنا والدي هو ميكانيكي، كان بيتمتع بجسد رياضي فائق القوة، وهو كان من أبطال حرب 48، وكان حارب اليهود و نكل بيهم تنكيل شديد، وكان من كتيبة النخبة اللي اقتحمت، كانت بير 7 وكانت على أبواب تل أبيب. ما دخلتش بير 7 لأن المهم حصل موضوع. فوالدي أقصد أقول إنه كان جسده رياضي قوي جدا وكان عضلي، فكل إخواتي بنين وبنات أخذوا الصفات الوراثية دي، والطول الفارع والعضلات المكتنزة
الفائقة القوة، فنزلت أنا من بطن أمي أحمل هذه الصفات مبكرا جدا، فنزلت بصعوبة لحجم الضغط، التف الحبل السري حوالين رقبتي وكاد أن يخنقني، لولا يعني قدر الله سبحانه وتعالى ثم براعة المولدة فكت الحبل بسرعة ونزلتني بعد ولادة متعسرة، وكأن الحبل السري المربوط حوالين رقبتي كان يحمل إشارة إلى طبيعة حياتي المستقبلية، إن أنا دايما أكون متعرض لمواقف أختنق فيها ثم تمتد إلي يد الرحمة من قبل السماء وتفك عني هذا الاختناق. المهم أنا اتولدت سنة 59 في 12 مارس، في الوقت ده كانت ثورة 23 يوليو بزعامة محمد نجيب وعبد الناصر قامت وبدأت تعادي الدول الاستعمارية فرنسا وإنجلترا ومعاهم الدول أوروبا وإسرائيل، فشنت البلاد دي على مصر حملات عنيفة إعلامية وحرب اقتصادية ويعني وبيولوجية، ولسبب مجهول انتشر في مصر في سنة 60 وباء شلل الأطفال. كنت أنا طفل رضيع زي ما أنا قلت وبتمتع بصفات جسدية قوية، في أواخر سنة 59 60 وبداية سنة 60 كان الفيروس ده في قمة انتشاره، كان عندي ساعتها 10 شهور، وكان اللي يشوفني يقول عليا ان عمري سنتين، حتى ان بعض اقاربي كانوا بيقولوا لوالدتي بيشبهوني بان انا يعني ايه فلان الفلاني على واحد من اقاربي عمره عامين، لاني كنت بقعد وباكل اكل عادي وببدأ تمشي، يعني كنت ايه ومتصور انا صور بهذا الشكل. فبانتشار فيروس شلل الأطفال الحكومة المصرية الناس كانت خايفة، زي دلوقتي كده الكورونا عايزين يعملوا لها لقاح والناس خايفة من اللقاح ده، سامعين عليه كلام كتير، في نفس برضو الوقت كانت الناس سامعة كلام كتير عن لقاح شلل الأطفال، فالناس ما رضيتش تروح تطعم أولادها، فالحكومة فرضت على المواطنين غرامة 5 جنيه للي مش هيطعم أولاده. طبعا 5 جنيه ده في الوقت ده مبلغ كبير، وناظر دلوقتي كده 500 جنيه تقريبا يعني. خوف والدي ووالدتي من ان الغرامة تحصل علينا، سرعت والدتي بأخذي لمركز التطعيم علشان يطعموني ويدوني اللقاح. في الوقت ده في الليلة اللي خدتني فيها أو النهار اللي خدتني فيه كان عندي حرارة، كان جسمي درجة حرارتي مرتفعة لسبب مجهول كنوش عارفين ايه هو، لكن خوفه ما طبعا مع انتشار قلة الوعي زمان، فوالدتي اخدتني رغم الحرارة اللي في جسمي وودتني المركز علشان يطعموا. ايضا برضو اللي في المركز كانوا يعني اللي بطعم ممرضة، ما كانش عندها وعي كافي، ما كانوش يعرفوا محظورات التطعيم ان درجة الحرارة لازم تكون مش مرتفعة، وبدون ما يسألوا والدتي ان انا سخن ولا مش سخن اعطوني التطعيم. الكلام ده كان الظهر، رجعت بالليل
هم التطعيم ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن الفيروس وهو في حالة مستضعفة، فبيدخل للجسم وتلقائي الجسم خلاياه المناعية بتهاجمه وبتكون ضده أجسام مضادة علشان لما يجي يقتحم مرة تانية تقتله. الفيروس كان داخل لي في حالة ضعف، والله أعلم بقى كانت الفيروسات الموجودة ساعتها ضعيفة ولا مش ضعيفة، المهم إنه دخل لجسمي الفيروس مع التطعيم. مفروض تلقائي إن الجسم يهاجمه ويقضي عليه، لكن اللي حصل إن الجسم ما قدرش يتغلب على الفيروس اللي استفاق من حالة الضعف بتاعته وبدأ يهاجم خلايا جسمي، وكان هذا الفيروس متخصص في خلايا الجهاز العصبي. دخل الفيروس الجهاز العصبي بتاعه وبدأ يتكاثر ويهاجم خلايا في ظل غياب أو انشغال المناعة الذاتية اللي ربنا سبحانه وتعالى أودعها جسمي بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وصار الفيروس يعبث بخلايا الجهاز العصبي بتاعي اللي موجودة في الحبل الشوكي اللي في العمود الفقري، فأخذ العمود الفقري ده يعني غسيل ومكوى زي بيقولوا، طالع نازل بيختار الخلايا العصبية المختصة بالحركة يهاجمها ويقتلها. من مميزات الخلايا العصبية في جسم الإنسان إنها إذا ماتت ما بتعيش تاني، ما بتحياش تاني، يعني لا تعوض. once died always died، يعني لا يتم تعويضها. في الخلايا اللي بتموت هتتأثر بيها العضلة اللي بتتغذى بيها، فالعضلة تلقائيا مش هتجيلها أوامر بالحركة فتضعف وتفشل وتضمر وتتوقف عن الحركة. الفيروس صار يعبث بمراكز الحركة في الحبل الشوكي ويقتل الخلايا العصبية في انتقاء غريب جدا، وكأنه كان معاه خريطة. لا ده مش كأنه، ده كان معاه خريطة فعلا، كان مكلف بيها انه يدمر الخلايا العصبية بصورة انتقائية هحكي عليها فيما بعد. كان لي في ظاهرة لم تحدث كثيرا. رجعت بالليل مع والدتي من مركز التطعيم، وبدأت حرارتي ترتفع بصورة أشد. والدي ووالدتي قالوا نستنى للصبح، وما كانوش يعرفوا إن في وحش اقتحم بيتنا وبدأ يفتك بالابن السادس لهذه الأسرة. والدي ووالدته قالوا ننتظر حتى الصباح، وراحوا بيه لواحد من الدكاترة الطنطة المشهورين. كان من المصادفات العجيبة إن هذا الطبيب كان له ابن في مثل عمري بالظبط. الابن ده تصادف مستقبلا إنه صار زميل ليا في المدرسة وزميل ليا في الكلية، وهو حاليا طبيب بأحد المراكز الطبية في طنطا. والدي قابل الطبيب وحكى له حكايتي، قال له ما تخافش دي نزلة برد عادية، وقال له طب بس مش بي يعني ماله مش عارف يحرك جسمه، قال له لا ده مش سخونية وكلام اللي هو الدكاترة بيطمنوا بيه الناس. كتب له علاج وقال له تمشي على العلاج ده أسبوع وننتظر. في الحقيقة أسبوع على طفل كان فترة طويلة، طفل سخن، يعني يسيبوه أسبوع وهو سخن وإعادة الكشف فترة طويلة. فبعد يومين ثلاثة مدة قليلة والدي لقى إن الحالة ما تتحسنش،
فكلم الدكتور قال له أسبوع كمان وانتظرني. فات أسبوعين والحالة كما هي، والفيروس بيتكاثر وبيدمر مزيد من الخلايا العصبية في الحبل الشوكي. أسبوعين على فيروس لا يمكن السيطرة عليه كانت مدة طويلة. كم الأثر أو كم الدمار اللي أحدثه الفيروس في جسمي كان هائل، اللي هو أنا فضلت أعاني منه بعد كده لسنين طويلة. والدي استسلم للأمر وقال خلينا ماشيين مع الدكاترة، وكانت الناس زمان بتثق في الدكاترة ثقة مطلقة، وصل الدكتور ده كان دكتور مشهور ومعروف. لحد ما يوم والدي عدى عليه طبيب آخر كان صديقه وبيصلح عنده العربية، بيسأله ازاي أحوالك يا حاج سعيد؟ قال له والله أنا عندي ابني يعاني من كذا كذا. قال له أجي معاك أشوف. والدي بسرعة خده وراح البيت. فأول ما شاف ابني الطبيب ده اتخض جدا، فعنف والدي بعنف بشدة. قال له انت ازاي يا حاج سعيد سايب ابنك الفترة دي كلها؟ قال له انا مش سايبه، ده انا بيتعالج عند فلان الفلاني وبقاله اسبوعين. فالطبيب من غيظه لكز والدي في كتفه، قال له اخي طب حرام عليك، ما كانش عشانك انت، فعشان الطفل ده اللي مصاب بشلل الاطفال ودرجه وحشه. شلل الاطفال وقتها انتوا، احنا في الايام دلوقتي بنعاني من اثار الكورونا، شايفين الكورونا عامله ازاي رعب وسط الناس وحالات الوفيات اللي منتشره في كل مكان. بالظبط شلل الاطفال كان عامل رعب للبيوت المصريه، رعب هائل بنفس الدرجه اللي الناس بتخاف منه حاليا من فيروس الكورونا. كان وقتها السرطان هو المرض المخيف، اللي يعني لما كانوا الناس يشتموا بعض او يدعوا على بعض ويقولوا يا رب يجي لك سرطان كده، كان هو المرض المرعب. كان شلل الاطفال وقتها كان يساوي في درجة الرعب بتاعه مرض السرطان. فلما الطبيب المشهور ده الله يرحمه، على فكرة يعني هو برضه كان عنده ابن وبنت في مثل عمري، بس كان صديق مخلص جدا لوالدي، والولد والبنت دول صاروا من كبار الأساتذة وهم من يعني أطيب أصدقائي اللي أنا بعتز بيهم حاليا. فلما الدكتور فلان قال لوالدي ان ابنك للاسف يا حاج سعيد مصاب بشلل الاطفال وبدرجه فظيعه اخذت نص جسمه تماما، وانه هيبقى اثره ممتد على حياه هذا الطفل لسنوات طويله، نزل الخبر ده على والدي كالصعقه، صعق. وكانت ديت اول فجعه تصاب بيها الأسرة، إن الابن الثالث من الذكور. وكنت يعني وقتها زي بيقولوا كانوا بيتنبؤوا لي بمستقبل هائل في مجال القوة الجسدية. فطبعا الأمور ما بتمشيش بهذا الشكل، ربنا سبحانه وتعالى كان له حسابات تانية وكان له تقدير آخر أن يجعل من هذا الطفل آية من آياته. قال له يا حاج سعيد اللي أنت بتعمله ده مش صحيح، أنك تسيب الولد بالشكل ده. أنا أنصحك أنك تروح للقاهرة، في هناك دكتور متخصص
في حالات شلل الأطفال أنا هبعتك بجواب ليه وتوصل له وتعرض ابنك عليه، لكن للأسف أرجو أن تكون النتائج أقل مما أنا أتصوره. والدي في الحقيقة أصابه رعب هائل، وقع الخبر على والدتي نزول الصاعقة. تاني يوم كانوا بيستعدوا علشان يروحوا للقاهرة ويكشفوا علي عند الدكتور القاري ويشوفوا الموضوع وصل لحد فين واحتمال تطورات الأزمة هتكون ازاي. ومعادنا ان شاء الله الحلقة الجاية نكمل لكم اللي حصل مع دكتور القاهرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.